الخير، تحية متجددة لحضراتكم، بنسعد بلقائكم دايما في هذا البرنامج اللي بنطل من خلاله على شاشة قناة النادي الأهلي، الأهلي الليلة، وفقرتنا المعتادة لائحة النظام الأساسي والحديث حول دستور الأهلي. كان عندنا لقاء امبارح مع السيد الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اللي وضح لنا كتير من الأمور المتعلقة بطريقة إعداد اللائحة، بكتير من المقترحات اللي أخذت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي بيها وعرضتها على مجلس الإدارة اللي قام بدوره بتعديلها استجابة ونزولا على رغبة الأعضاء. مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في غاية السعادة الحقيقة بحالة الحوار المجتمعي، بحالة الاشتباك، بحالة الاستماع، لأنه في النهاية الجميع يبتغي مصلحة النادي الأهلي وإعداد لائحة تليق باسم النادي. النهاردة عندنا حديث من زاوية أخرى ومن جانب آخر أيضا مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيمثلوا جيل الشباب وبيمثلوا الحقيقة مستقبل واعد للنادي الأهلي، وهو السيد الأستاذ محمد الجرحي الذي أرحب به بداية. أرحب بحضرتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. سعيد أن موجود في قناة النادي الأهلي، وسعيد أن أنا في استضافة صديقي العزيز أستاذ شريف فؤاد. أتمنى أن احنا النهاردة نقدر نوضح تفاصيل أكثر عن اللائحة وكمان تباين الآراء اللي شفناها في الفترة اللي فاتت ما بين أعضاء الجمعية العمومية حول بعض مواد ويعني نصوص اللائحة، إن شاء الله نوضحها النهارده. سعداء بحالة الحوار اللي دايرة مع السادة أعضاء الجمعية العمومية يا أستاذ محمد؟ طبعا احنا في الأخير يعني احنا عرضنا اللائحة قبلها بشهر علشان نستقبل آراء كتيرة، نستقبل ملاحظات، ويمكن احنا في اللجنة المركزية جالنا ملاحظات كتيرة، مئات الملاحظات، حصل فلترة ليها وقعدنا وتناقشنا في بعض الملاحظات. يمكن اللجنة اتحركت كمان ان احنا عدلنا 6 ملاحظات وبعتناها من اللجنة المركزية لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة أقر تعديلات 6 ملاحظات، ولسه في ملاحظات بتدرس في الوقت الحالي، وعندنا اجتماع يوم السبت ان شاء الله، ويبقى في توصيات لمجلس الاداره يوم الاثنين. مجلس الاداره في حاله انعقاد على طول مستمر، كل يعني هي جلسه مفتوحه لحد تعديل كل الملاحظات اللي بتجي لنا من مقترحات اعضاء الجمعيه العموميه. ودي ظاهره صحيه الحقيقه، انه اللائحه تدرس، تستقبل اقتراحات الاعضاء، يكون في ورش عمل، في ندوات، العرض على مجلس الإدارة اللي بياخد على طول برأي الأغلبية. ده شيء بيؤكد كمان فكرة المصداقية والشفافية. يعني أنا بعتقد إنه دول مبدئين مهمين قوي، فكرة المصداقية والشفافية، لأنه الجميع بيسعى لمصلحة النادي الأهلي. إحنا حابين أعضاء الجمعية العمومية يشاركونا. يمكن لما نزل كان في حالة من الجدال، مش هقول اختلاف، هي تباين في الآراء. يمكن النص الواحد ممكن أنا أشوفه من وجهة نظري بشكل معين، وليا حيثية في رأيي، وحضرتك تشوفه من وجهة نظر أخرى. صحيح. لكن إحنا بنقعد في ورش وبنقعد مع الأعضاء كتير. يمكن أنا امبارح ترأست ورشتين، كانت ورشة مع زملائي في اللجنة المالية في النادي ولجنة العضوية، وكان في ملاحظات. يمكن اللجنة المالية كان عندها 7 ملاحظات، فضلنا نتناقش لحد ما توصلنا ان احنا اتفقنا ان في 4 مواد هرفعهم بتوصية من الورشة للجنة المركزية، ونفس القصة في لجنة العضوية كان في بعض الملاحظات بنقعد نتناقش فيها، واللي بنتفق عليه هرفعه للجنة المركزية عشان ندرسه بشكل مستفيض. يعني المتخصصين بيقعدوا مع بعض في جلسات عصف ذهني زي ما بنقول طبعاً. بيتناقشوا، بيراجعوا المواد، بيقيسوها على القانون، ثم بيكون في رؤية في النهاية بتعرض على لجنة إعداد اللائحة بقيادة المستشار محمود فهمي، ثم اللجنة المركزية لإعداد اللائحة أو للتنسيق والتنظيم اللي بتجتمع من آن لآخر برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ثم مجلس الإدارة. احنا امبارح في اللجنة المالية اتكلمنا على الحاجات ورجعناها. يعني هي اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة هي ملزمة، فكان في بعض النصوص ما فيش تطابق بينها، فلازم تردها للائحة المالية لأن هي ملزمة. فدي في مواد كتيرة اتفقنا عليها. المالي دايما بتاع الجهة الإدارية، وفي جدال، يعني في جدال بنقعد نتناقش فيه. يعني نقطة هل تعيين مراقب حسابات ولا يبقى منتخب، ده في ناس ليها حيثيات في ان هو لا يبقى منتخب واعضاء الجمعية العمومية ينتخبوه، وفي ناس تقول لك لا، اللي هيتحاسب في الاخر مجلس الإدارة، فهو يختار حد، خصوصا ان هو هيبقى بمقابل مادي. فانت النهارده لا، هات حد اسم كويس يقدر، وخصوصا ميزانية النادي الأهلي بقت ضخمة. هايل. طيب يعني فاتني في البداية أسألك عن فكرة فلسفة اللائحة.
يعني المنتج اللي هو المشروع اللي هو لان هو لسه مشروع مجرد مسوده مشروع لسه مسوده عملتوه ازاي؟ يعني حضرتك كنت عضو كمان في لجنه الاعداد يا استاذ محمد. فكرتوا ازاي لما قعدتوا مع بعض في جلسه يعني جلسه تمهيديه كده، فكرتوا تعملوا ايه وايه الخطوط العريضه اللي حطيتوها ومشيتوا عليها وصولا الى هذه المسوده اللي خرجت؟ خليني اقول لحضرتك، احنا الاول كان في قبل الانتخابات كان في وعد للساده اعضاء الجمعيه العموميه ان في خلال سنه مجلس الاداره هيشكل لجنه لاعداد لائحه نظام اساسي للنادي، فكان من خلالها تشكيل مجلس الاداره اللجنه برئاسه المستشار محمود فهمي وطبعا النائب مع الوزير العامري وفي ثلاثه من اعضاء مجلس اداره زملائي الاستاذ ابراهيم كفراوي واستاذ طارق انديل، وانا بتشرف ان انا اكون عضو في اللجنه. معانا طبعا العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي، والمستشار سعد شلبي، والمستشار حلمي عبد الرازق، واستاذ محمد فتحي اللي هو رئيس لجنه الشؤون القانونيه، وحازم هلال وحازم انضموا الينا في اللجنه المركزيه. انا بتكلم على لجنه الاعداد، لجنه الاعداد الاوليه. بعد كده انضم حضرتك استاذه لميا واستاذ جمال جبر واستاذ حازم للجنه المركزيه، وترأسها كابتن محمود الخطيب. طيب. اللجنه قعدت طبعا بصينا على اللائحه الاسترشاديه، اللائحه اللي اعدها المهندس محمود طاهر، اللائحه اللي كان عاملها الكابتن حسن حمدي، وبدانا نبص على اللوائح الدنيا بره، وخصوصا ان احنا بنتكلم على قانون رياضه جديد، بنتكلم على استثمار رياضي، بنتكلم على افكار جديده، بنتكلم على طموحات لاعضاء الجمعيه العموميه، وحتى تلاقي اللائحه فيها افكار متعلقه برابط مشجعين صحيح. تحت اشراف النادي، لجنه الاستثمار، يمكن برضو احنا محتاجين نتكلم، لا انا عندي سؤال تفصيلي في لجنه الاستثمار. ففي افكار هتلاقي في افكار كتيره في اللائحه، فروع في افريقيا وتوسع في فروع في افريقيا للنادي وفروع عربيه، فيعني يعني اللائحه يعني احنا بنتمنى ان اللائحه في شكلها الاخير بعد ملاحظات الساده اعضاء الجمعيه العموميه والمتخصصين والورش اللي بنعملها مع الماليين ولجنه العضويه والاقتصاديين وشخصيات عامه، يمكن الورش مستمره لحد يوم 9/9 اللي هو هنقفل بيه يوم اخر تلقي للمقترحات والتعديل، وبعد كده هنبدا نصيغ الصياغه النهائيه. يمكن احنا عرضنا اللائحه قبل الصياغه وقبل حتى المراجعات اللغويه واي شيء، يعني ممكن تلاقي كان ايه الهدف من سرعه العرض يا استاذ؟ احنا كنا حابين ان احنا نعرضها وناخد اطول وقت ممكن، لان كان كابتن الخطيب عنده وجهه نظر ان هو حابب ان اول جمعيه عموميه اللي هي بتاعت الميزانيه اللي هي في 31 اكتوبر جمعيه عموميه عاديه لاعتماد الميزانيه تكون على لائحه النادي، لان النادي الاهلي لا يليق به بحجمه، والنادي الاهلي طول عمره رائد في 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 مجاله وفي تخصصه، ما ينفعش ان هو يمشي طبقا للائحه الاسترشاديه. طيب حضرتك ذكرت شيء مهم، الاستثمار والاقتصاد وورش العمل، وانت يا راجل يعني بالاضافه لانك رجل اعمال ناجح فمهتم بالاستثمار وبتمثل هذا الجانب ربما في مجلس الاداره، الرياضه اصبحت صناعه واستثمار خاصه كره القدم. حجم الاستثمار ايه او مكانه الاستثمار ايه في دستور الاهلي الجديد في لائحه النظام الاساسي الجديد للنادي الاهلي؟ خليني اقول لحضرتك الاول المواد، يمكن اللائحه لازم تبقى يعني يعني انت بتاخد اللائحه بتاعتك من قانون الرياضه، قانون الرياضه الجديد في مواد طبعا في يعني افضل من زمان، لان زمان كان في معوقات كتير للاستثمار، بس برضو المواد فيها لينا عليها ملاحظات، ويعني احنا يمكن كنت في قعدتي مع الوزير الشباب اشرف صبحي يعني طلبت منه ان يعني لجنه يعني قانون الرياضه محتاج تعديلات، وهو عنده نيه للتعديلات لان هو برضو عنده ملاحظات كثيره على قانون الرياضه. لجنه الاستثمار، خليني اقول المشكله الاول في لجنه الاستثمار وهي تاسيس الفروع. الفروع بتؤسس كجمعيه عموميه، فالفرع عشان يؤسس كجمعيه عموميه طبقا للقانون ما ينفعش يبقى ممثل في مجلس الاداره دوت اي حد من مجلس الاداره الحالي الا بعد خروجه من مجلس الاداره بسنتين، فديت هتبقى مشكله في تاسيس الفروع النادي. ارجع بقى لنقطه الشركات ودي الاهم اللي هي شغل الناس. النقطه دي انا مش فاهمها معلش، يعني لو احنا هننشئ النقطه دي محتاجه قاعده لوحدها، النقطه دي احنا جادلنا فيها، لو هننشئ فروع جديده
وحضرتك عضو مجلس إدارة النادي دلوقتي، مش حضرتك بتمثل النادي كله كعضو جمعية أمية أصيل؟ لأن عضو الفرع ما هوش عضو جمعية أمية. لو هيتم إنشاء الفرع كشركة مساهمة بمجلس إدارة مختلف تماما. بمجلس إدارة مختلف تمام. الشركة مش الفرع. الفرع تحت إدارة مجلس إدارة، رئيس وأعضاء مختلفين. لكن الشركات خلينيها لها ظروف تانية. لها ظروف تانية. انا بعتقد لسه في لجنه شغاله على القصه دي بقياده الدكتور فاروق العوده. في جالنا كذا ملاحظه. ناس قال لك اقسم الكوره والتسويق خليهم هم بس للنادي الاهلي يكون في حصه حاكمه، لان دولت هم اللي عليهم القلق. صحيح. وافصل بقيه الانشطه عن النادي الاهلي، يخش مثلا الاهلي للسياحه، الاهلي فروع في المحافظات، الاهلي للتسويق عقاري، الاهلي اوراق ماليه. مش ضروره تكون نسبه حاكمه. مش شرط تبقى نسبه حاكمه، لان دي مش مقلقه. انت النهارده داخل استثمار بتشارك. لكن المقلق ان حد يخش يتحكم في النادي الاهلي هي الكوره والتسويق. والنسبه للحكمه دي قد ايه يا استاذ محمد خبره حضرتك في القانون؟ النسبه للحكمه 50+1. يعني في ناس تقول لك لا اطلع للتلتين عشان يبقى ليك قرار اللي هو 66.7، وفي ناس تقول لك 75%، بس هي كافيه جدا 50+1. 50+1 وده يشجع المستثمرين ان هم يجوا يشتغلوا ويستثمروا ويحفظ الحق. وفي ناس قال لك لا، حط اسهم ممتازه، لو حطيت 25% اسهم ممتازه بتدي 3 أضعاف قيمتها التصويتيه، ان انت تقدر تصوت ب 75% وبيبقى ليها اولويه في حقوقها. وده ده موجود في قانون الرياضه ولا قانون الاستثمار؟ انتوا هنا اللائحه ستطابق اي القانونين؟ لا انت بتتكلم كده على قانون الرياضه. قانون الاستثمار ده كان كابتن حسن حمدي، يمكن كانت حركه ذكيه مجلس كابتن حسن حمدي، ان هو لما كان في معوقات في قانون الرياضه اسس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اللي احنا منها قناه بقانون الاستثمار، وده كان مخرجه من هو يخرج بره قانون الرياضه. وكمان لا ينشا قنوات فضائيه في مصر الا من خلال المنطقه الاستثماريه والشركات الاستثماريه، وفي منطقه استثماريه في مدينه الانتاج الاعلامي مهتمه بهذا الامر. يعني الان ما زالت المواد الخاصه بالاستثمار وبانشاء الشركات محل نقاش في لجنه من الاقتصاديين الكبار بيتولاها الدكتور فاروق العوده، ثم سيعرض مقترحاته على اللجنه او على مجلس الاداره. ومجلس الاداره في ورشه الاسبوع اللي جاي هيعلن فيها رايه في النقطه ديت دكتور فاروق العوده. بس انا بقول لك الاراء اللي جايه لنا كتير، ملاحظات كتير، بس تخوفات الغالبيه العظمى هي على شركه الكوره. ليه التخوفات؟ انه فكره انه يبقى في يعني حكم او اداره من خارج مجلس اداره النادي الاهلي، سيطره على الكوره بعيد عن مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن نقدر نفهم من دي رساله تطمينات من حضرتك ومن المجلس انه الحصه الحاكمه ستكون لمجلس الاداره. طبعا. هي قد ايه بقى ده للنقاش؟ عفوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، عفوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لعائله النادي الاهلي، لاسره النادي الاهلي. ال 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 فكره ال ال الورش حضرتك ذكرتها كده مرورا سريعا، هو الورش بتكون مع ابناء النادي يعني العاملين والموظفين، ولا مع الاعضاء، ولا مع بعض الرموز والاعلاميين، وايه الهدف منها؟ مع الجميع. يعني امبارح كانت زملائنا في اداره الماليه عندهم ملاحظات، لان هم اللي بيطبقوا اللائحه الماليه جوه النادي، وبعد كده مع زملائنا من لجنه العضويه والاشتراكات، لان هم اكتر ناس بتحتك بكل الاعضاء اللي جايين يعملوا عضويات او بيفصلوا او الكلام ده كله. والاسبوع اللي جاي هيبقى في لجنه فنيه مثلا وثقافيه، هيبقى فيها حضرتك عارف رموز اعلاميه كمان، منها الاستاذ نبيل الحلفاوي فكريه ثقافيه، ودكتور محمد العدل. اهلاويه كبار دول، وفي اقامات اقتصاديه برضو برئاسه دكتور فاروق عقده. هيبقى في ورشه معاهم، في ورشه للشخصيات العامه، في ورشه لقدامى الرياضيين، وفي ورشه هتبقى احنا بعتناها لكل اعضاء مجلس الاداره يعني المتواجدين في الوقت الحالي. احنا حصرناهم هم 50 طبعا، المهندس محمود طاهر، كابتن حسن حمدي، رئيس واعضاء. بعتنا لهم نسخه من الدستور وطلبنا منهم ان هم يقولوا لنا ملاحظاتهم، واحنا عندنا استعداد ان احنا نروح لهم اماكنهم. ناخد او هتبعتوا لهم يعني هي اتخذ بيها قرار، هنبعت لهم مسوده من ممكن نشوف المنتج اللي في ايد حضرتك الورشه كده نوريها للناس. يعني دي حاجات لو زملائنا مشكورين يعني، بس هذا الكتيب اللي بيحتوي اللائحه ممكن يعني يطلع معانا، يكون شاكر للبرجاوي وللزملاء
اللي فيه الاستاذ محمد. بس احنا بنتكلم ان ده مشروع اللائحه. اللائحه في شكلها النهائي ان شاء الله بعد الانتهاء من الملاحظات يوم 9. المسوده دي متاحه لاعضاء النادي للاهلي استاذ محمد؟ كل اعضاء النادي متاحه ليهم. تم طباعه 20,000 نسخه ومتاحه بشكل الكتروني بنبعتها للناس. موجوده في يعني تستقبلوا المقترحات ازاي لحد عنده مقترح؟ في موقع شارك بيتبعت عليه ايميلات، في اداره النادي، في بوسس جوه كل الفروع الناس بتروح تسلمها ملاحظات وبتوزع، يعني بتوزع عليهم ديت. واحنا يمكن عاملين في اخر الكتيب ده هتلاقي فيه صفحات فاضيه عشان لو عاوز يعدل عشان لو حد عايز يكتب ويرجع لنا النسخه ديت فيها المواد اللي هو عدلها. سايبين خمس يعني دي مسوده للائحه، دي مش لائحه نهائيه. ودي طبعا سبب اللغط اللي حصل في الاول، الناس افتكروا ان دي اللائحه النهائيه. لا بالعكس، بعتقد النادي الاهلي هو اول نادي في مصر يطرح مسوده او مشروع لائحه النظام الاساسي للنقاش لمده شهر بهذا الشكل، ويستقبل مقترحات ويعدل على المسوده. يستجيب للتعديلات. كان دايما انت بتخلص اللائحه، وبعد ما تخلص اللائحه بتبدا تقنع اعضاء جمعيه بيها. احنا مشينا بشكل مختلف، احنا قلنا كل الناس اجتهدنا وعملنا مشروع. كل الناس تعالوا شاركونا في اللائحه. كل اجتهاد شخصي، ده نص كلنا بنسعى لافضل نص، كلنا بنجتهد، احنا نفسنا النادي الاهلي يبقى ده احسن حاجه. احسن حاجه حضرتك تشارك فيه وانا اشارك فيه وكل الناس، عائله النادي الاهلي، من عمال، من جماهير، من اعضاء جمعيه عموميه، من مختصين في كل التخصصات. طيب فكره ورش العمل حضرتك وضحتها لنا. طيب دلوقتي في لجنتين بيشتغلوا، يعني اللجنه المركزيه لاعداد لائحه النظام الاساسي والاعداد ليوم الانتخابات بالتوازي مع لجنه الاعداد اللي حضرتك عضو فيها برضه برئاسه المستشار محمود فهمي، ولا هي لجنه واحده الان اصبحت لجنه واحده؟ يعني حضرتك تشرح لنا وايه الدور المنوط بيه اللجنه المركزيه؟ لجنه اللائحه دي اللي احنا فيها دي اللي بتعدل. كويس. دلوقتي بتستقبل الملاحظات وتعدل. في اللجنه المركزيه ديت اللي هي مسؤوله عن ترتيبات يوم الانتخابات. احنا مهتمين جدا او يوم التصويت على مش يوم الجمعيه العموميه. انا متاسف معلش، يوم الجمعيه العموميه. احنا مهتمين جدا ان يبقى في تيسير جدا للدخول والخروج لاعضاء الجمعيه العموميه، لان ديت احنا شفناها في الانتخابات اللي فاتت كانت صعبه جدا عشان العدد كان كبير، العدد كان ضخم جدا، والجزيرة. فاحنا يعني كابتن الخطيب توجيهاته للعميد محمد مرجان يقول له انا عايز الناس تدخل وتخرج في اقل من 10 دقائق ويبقوا مرتاحين ويبقوا مرتاحين في النادي. الناس كلها داخله بتشارك في لائحتها، يعني يبقى يوم مبهج، ما يبقاش ناس خارجه زعلانه او متضايقه او مرهقه من اليوم. يعني اعتقد في تفاصيل كتير في اليوم ده وترتيباته، يعني هنتكلم فيها مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي كابتن محمد مرجان يوم هو الاسبوع القادم. بازل مجهود ان هو يخرج اليوم بالشكل اللي هو يرضي اعضاء الجمعيه. بس يمكن مبدئيا كده استاذ محمد احنا عرفنا ان هم هيستاجروا ساحه انتظار دار الاوبرا المصريه، جراج التحرير، وعمر مكرم، هيبقى في تسهيلات دخول وخروج من اكتر من مكان، يعني عندهم افكار كتير الحقيقه، وتوسيع الدخول وتوسيع الخروج علشان خاطر ما تبقاش 5 متر اللي هي زي اللي انتخبت فات، تبقى في تضييق في الدخول. طيب اللجنه حتى اللحظه والى يوم 9/9 ستبقى تستقبل كل المقترحات وستناقش الاعضاء والمهتمين بدستور الاهلي بلائحه النظام الاساسي، وايضا تعدل، يعني ما زالت هناك فرصه طبعا لتعديلات، لادخال تعديلات كثيره على اللائحه ان صح التعبير. طبعا زي ايه؟ يعني انا عندي البعض ما زال فكره تشكيل المجلس عامله حاله كده من النقاش، مش عايز اقول الجدل، لكن في نقاش كده، خصوصا فكره تعيين 2، طب تحت السن 30 ولا 35 هو الدستور بيقول ايه؟ هل الماده دي من المواد اللي ممكن تشهد؟ من المواد اللي بتدرس، ماده قريبه جدا من التعديل. جالنا ملاحظات عليها، ملاحظات ان انت لا ما تخليش في تعيين اصلا، وكله يجي باراده الجمعيه العموميه. الناس تقول لك لا، ما انت خليت 30 ليه؟ سن الشباب في الدستور المصري 35، انت ليه تنزل ل 30؟ ادي مساحه لحد ال 35. ما فيش حاجه اسمها كوتا وتحط كوتا، لا، هو كله يخش وينافس
فجالنا ملاحظات كتير، كل الملاحظات بيتم دراستها، وهي ماده اقرب للتعديل. يعني يمكن احنا عندنا اجتماع يوم السبت، وهي ماده من المواد اللي المواد اللي ممكن تعدل. وفي مواد كتير، يعني يمكن الست مواد، يعني هقول لحضرتك مثلا الست مواد اللي تعدلوا، يمكن في كذا مقترح. كذا سيده من اعضاء الجامعه العموميه كلموني في التليفون وقالوا لي انتوا هتلغوا العاب، انتوا تلغوا العاب الميه، تلغوا البال المائي، تلغوا العاب الميه. قلنا لها لا، والوتر بول والغطس والكلام ده كله. قلنا لا في كلام، حصل غلط في الصياغه. ان تم استبدال العاب الماء بالسباحه، عملت لغط جامد جدا. بس دي حال، يعني حاله الحراك، وحاله ان احنا حصل ان احنا اقرينا ان التعديل في 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 الكلمه ديت من السباحه لالعاب ماء عشان تشمل كل العاب الماء. مفيش اي نيه لالغاء اي لعبه علشان خاطر الاهلي كمان متفوق في كل العاب الماء، يعني بالذات الغطس والبليل المائي والووتر بول وغيره، في تفوق يعني كاسح في كل العاب الماء. طيب على ذكر المراه، مفيش تمييز شويه للمراه في فكره انه طالما هنعدل بقى الماده الخاصه بتشكيل المجلس انه ينص على حد ادنى من وجود السيدات سيده او اثنين او كده، ولا ده مخالف للقانون او الدستور؟ لا، هو مش حكايه مخالف للقانون، هو كان الهدف ان كابتن الخطيب كان عايز يعين اثنين، او مش كابتن الخطيب، المجلس القادم اللي هيجي يعين اثنين، ان هو تكون واحده منهم سيده، لان يبقى في كوتا للمراه. في اراء كده، يعني في كل ماده هتلاقي في اكتر من تاجه، كل واحد عنده حيثيه في كلامه، يعني تسمع لده عنده في مبرراته، وكل بيقول لك كلام مقنع، فانت بتسمع لكل الاراء. وفي الاخر خالص انت بتبقى عايز توصل لافضل حاجه، افضل حاجه، يعني وتنزل على راي الاغلبيه. يعني لجنه الاعداد يعني فكرها في 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 فيما يتعلق بانه المجلس القادم ممكن يعين فيه اثنين تكون على الاقل منهم سيدة. لضمان وجود سيده بالتعيين، بالاضافه لاخرى بالانتخاب. يعني هذا في موقف نبيل، في حسن نيه. طبعًا مش المقصود به مصادره حق الجمعيه العموميه في خالص الانتخاب. يعني في ناس قال لك ما ينفعش اصلا تعين حد كان معروف، يعني اتعرض على الجمعيه العموميه والجمعيه رفضته، يعني واحد اترشح وسقط. لا بالتاكيد ما ينفعش تجيبه تعينه. فاحنا بنستقبل كل الملاحظات، وفي الاخر خالص كل الناس بتشارك، ودي يعني حاله كويسه. اي حد بيبعت قرار وبعد كده لما بيلاقي ان النقطه بتاعته اتعدلت بيحس ان هو ساهم ولو بجزء بسيط في اللائحه. يعني اللائحه 129 ماده، يمكن الملاحظات كلها بتدور حول 12 13 ماده، دولت كل الملاحظات بتدور حواليهم. فانت بتتكلم في حوالي 10% بس ان اللائحه اللي عليهم ملاحظات، الباقي كلها يعني بعيد عن اخطاء الصياغه، لكن هم 10% بس اللي بتدور حواليهم الملاحظات. فدي يعني وفي النهايه يعني سيتم الوصول من خلال هذا الحوار الرائع اللي بيدور الى توافق او شبه توافق حول هذه المواد. احنا نتمنى ان في الاخر اللائحه اللي تطلع تكون بتمثل اغلبيه اعضاء الجمعيه العموميه. انت صعب ارضاء الجميع في الاخر خالص، احنا قاعدين كل واحد فينا باسم النادي الاهلي. يعني احنا عايزين حاجه تليق باسم النادي الاهلي، شارك فيها الجميع، شارك فيها الجميع، وتعلي يعني احنا عايزين مشاركه الجمعيه العموميه فيها. الجمعيه العموميه فيها يبقى هي الاساس. يعني في ماده ديت حصل جدل كده ان مجلس اداره يملك ان هو يعدل في اللائحه بثلثي، اي تعديل في اللائحه للجمعيه العموميه دي من المواد اللي هتتعدل للجمعيه العموميه. برضو ماده زي ماده العضويه، ماده تفويض رئيس مجلس الاداره، تفويض رئيس مجلس الاداره من مجلس الاداره من المواد اللي برضو هيحصل فيها تعديل. كلام اللافت انه رئيس مجلس الاداره اللجنه اللي اعدت اللائحه قدمت مقترح يتعلق بفكره انه بعد 8 سنوات، يعني دورتين ما يحقش ليه، وكابتن الخطيب قانع وراضي، ويعني يعني البعض مندهش من الفكره دي. يعني هل ستبقوا عليها ولا ممكن تمتد الى بعض المناصب الاخرى مش بس رئيس النادي، ولا سيتم الغائها يا استاذ محمد؟ ولا يعني برضه دي البعض شايف ان هي مصادره لحق الجمعيه العموميه. يعني انت من حقك انك تتقدم للترشح والجمعيه تختار، يعني تديك كمان دوره ثالثه او ما تديكش، هذا راي الجمعيه العموميه. يعني برضو الاراء اللي جات لنا ملاحظات كتيره، جات لنا على كل نقطه جالنا عليها اكتر من ملاحظه. يمكن الملاحظات جت، طب انت ليه حطيتها على الرئيس بس، ليه ما حطيتهاش على بقيه الاعضاء والمناصب، طب ليه ما ترفعها وتسيب حريه لاعضاء الجمعيه العموميه. ناس قال لك لا، طب انت ما تغير الرئيس فانت كده بتضخ، يعني تضخ دماء جديده وافكار جديده.
احنا بندرس كل الافكار اللي بتقدم لنا كلها وجهات نظر، وفي الاخر بيقول لك الجمعيه العموميه لا انت سيب لي حريه الاختيار، انا عايز امشي فلان امشي فلان بالصندوق، عادوا 4 سنين عادوا 8 سنين عادوا 12 سنه، ده راي الجمعيه العموميه، وفي الاخر الصندوق هو اللي بيحكم. يعني ما انت في اللي هيجي بالصندوق، فهي اراء كلها تحترم وكلها بتدرس، وبعد كل يعني بعد اجتماع يوم السبت في مجلس اداره يوم الاثنين للتصديق على التعديلات اللي هتتم يوم السبت. ده معنى كده ان في تعديلات فعلا يعني في الافق تلوح. اخيرا عايز تقول ايه للساده اعضاء الجمعيه العموميه؟ يعني انا بتمنى من اعضاء الجمعيه العموميه الساده اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يشاركوا الاول، يشاركوا معانا مشاركه ايجابيه في الحوار، في الحوار يبعتوا لنا ملاحظات، يقروا اللائحه، لان في الاخر خالص ده بيتنا كلنا، احنا حابين كلنا نشارك، وبعد في الاخر ما نوصل للمنتج اللي نتوافق عليه او يبقى مرضي بالنسبه لنا جميعا ان شاء الله، ننزل يوم الانتخابات بشكل يليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ليه الرياده، النادي الاهلي طول عمره يعني دايما ليه السبق، فما ينفعش ان كل الانديه النهارده في مصر عندها تملك لائحه النظام الاساسي الخاصه بها، واحنا النادي الاهلي لسه ماشيين باللائحه الاسترشاديه. أنا الأوان أن يكون للنادي الأهلي لائحة النظام الأساسي الخاصة به، وأنه الجمعية العمومية 28 سبتمبر تشهد أكبر زحف وأكبر حشد من أبناء النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية للتصويت على هذه اللائحة، لتنعقد بعد ذلك كل الجمعيات العمومية سواء كانت لاعتماد ميزانية أو لانتخابات على أساس اللائحة الخاصة بالنادي اللي وضعها أبنائه، مش اللائحة الاسترشادية. ده أبسط حق فيها الجميع، شارك فيها الجميع، هي صنع ابناء النادي الاهلي جميع. وعلى فكره والجمهور كمان مش بس الاعضاء بيشارك، يعني احنا جالنا ملاحظات من الجمهور وتم الاخذ بيها الحقيقه. يعني مثلا في النقطه بتاعت الروابط المشجعين في هي 21 سنه، في ناس يقول لك ليه 21 سنه، طب ما تخليها 18، طب ما تخليها 16، برضه قانون الرياضه النقطه دي مرتبطه بقانون الرياضه، فاحنا بنحاول نشوف ايه امكانيه تعديل العمر بتاع الروابط. يعني في ملاحظات كتير من الجمهور، احنا بنستقبل من الجميع، وعندنا من المرونه ان احنا نعدل للصالح في الاخر خالص الافضل، يعني الصالح العام هو الهدف وهو المبتغى. وحاله الحوار دي الحقيقه هي حاله رائعه، لانها بتصل في النهايه الى شبه توافق، ما فيش حاجه عليها اجماع كامل وما فيش منتج بشري كامل، لكن في النهايه هذه الحاله تضمن الوصول بمشروع اللائحه إلى الصيغة المثلى، إلى الصيغة الأكمل التي تليق بنادي القرن. الشكر جزيل وموصول لضيف الكريم السيد الأستاذ محمد الجرحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وحضراتكم على حسن المتابعة. سيتجدد اللقاء بإذن الله لو كان في العمر بقية يوم السبت إن شاء الله. إلى اللقاء.